التنس هنتكلم عن لعيبه التنس جربت تلعب ملاكمه، يعني شفت بعيد جدا. هنشوف ايه اللي حصل. نجمه التنس الروسيه السابقه ماريا شاربوفا نشرت مقطع فيديو ليها وهي بتتدرب على الملاكمه مع مدرب على شاطئ البحر. طبعا ماريا شاربوفا معروفه بلقب الحسناء، ونجيتوا لحضراتكم هي من ناحيه حسناء مفيش كلام. تعالوا نشوف. Thank you.